اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره معاكم ان شاء الله على الهواء من 4 لـ 5. مستنيين كل تليفوناتكم على 2 3 6، الاس ام اس على 2 3 6، الخط الارضي على 0900 936، الخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه، وهنتابعكم على اللايف ستريم اللي موجود على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك. النهارده الوصفات لطيفه جدا لانه دي حلقه البواقي، بما انه بيبقى اخر يوم هواء يوم الأربع، فبنلم بواقي الأسبوع ونستخدمها. أي حاجة عندنا في التلاجة، في الدولاب بتاع الخزين، في الفريزر، بناخدها ونعمل منها وصفات آخر الأسبوع، تبقى وصفات فريش وجديدة أكنها لسه عاملينها، وفي نفس الوقت نستغل البواقي بصورة جديدة مش بصورة التسخين اللي كل الولاد بيهربوا منها. هنعمل دجاج بانيه بالموتزاريلا، وأنا الوصفة دي بحبها جدا، ويمكن اللي متابعني من الأول قوي لأنه دي من أول الحلقات اللي عملتها على سفرة، من أول الحلقات اللي عملتها على سفرة، لأن من الوصفات اللي أنا فعلا بحبها جدا وبحس أنها مميزة وبحس أنها بتنقذ الموقف، لأن البانيه لما بيبرد بيبقى خلاص مش أي حد بيحب ياكله يعني أو يسخنه، فبحس أنها بتنقذ الموقف جدا جدا. النهاردة بقى قررنا أن إحنا نعمل وصفة البانيه وبعدين ناخد بواقي البانيه نحولها للوصفة اللي بالموتزاريلا. محتاجين صدور دجاج فيليه مخلية من الجلد والعظم متقطعة رفيع، مغسولة كويس جدا بالدقيق، الخل، الليمون، الملح، وشوية فلفل حصى وشوية سكر، واتنقعت فيهم وبعدين اتشطفت واتنشفت. لبن رايب مهم جدا جدا لأي نوع من أنواع الفراخ أو زبادي، ومحطوط عليه شوية ليمون أو شوية خل. وصفة سحرية علشان تطلع الفراخ طرية. ملح وفلفل، قرفة وبابريكا، مية بصل، بجيب البصل بحطه في الكبة بأطحنه طحنة ناعمة جدا جدا جدا، ومع رشة ملح، وبعدين بمسكه بإيدي وبنزل منه كل المية، بعصرها، باخد المية والتفل بتاع البصل أقدر أدخله في أي وصفة تانية أنا حباها، أعمل بيه خلطة محشي، أعمل بيه تسبيكة خضار زي ما أنتوا عايزين. توم بودرة، زعتر فريش، بيض، بقسماط، دقيق، زيت، شرايح بقى الجزء التاني بقى من الوصفة، شرايح بصل وشرايح فلفل ألوان وصلصة وعصير طماطم، جبنة موتزاريلا مبشورة، سكر، توم مفروم. أول حاجة بسم الله. تاني حاجة عندي هنا شوية بانيه جاهزين، خليني أحمرهم الأول هنا في زيت سخن بما انهم جاهزين يعني. تاني حاجة خلونا نتبل الفراخ، فهاخد هنا اهي مية بصل، دي تتبيلة الفراخ البانية يا جماعة، لبن رايب، زعتر، قرفة، ثوم بودره، بابريكا، ملح وفلفل. مدام ناديه، مدام ناديه، الو الو، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي يا مدام ناديه، وحشتيني. بصي البياعين اللي مش من عندي، معلش. دي حاجه جميله اصلا، وبتفكرنا بقى باحيائنا الاصيله اللي كلنا متربيين فيها. لا والله ده انا بتبسط قوي لما اكلم ماما تكون في بيتها واسمع صوتهم، بحس ان انا رجعت كده للعصر القديم. انت اكتر يا حبيبه قلبي، والله سالت عليكي، وصلك سلامي؟ وصلني وكنت بتفرج، كتر الف خيرك، واتبسطت قوي والله. طبعا ده انا لازم اتفرج على غاده حبيبتي الصبح. ما استغناش عنك يا ميرو حبيبتي، ولا انا استغنى عنك. انا من الاول قلقت، وبعدين لما سالت غدوه يا حبيبتي، لا خير، ما تقلقيش غاده حبيبتي، كل سنه وهي طيبه، عيد ميلادها النهارده، عقبال مليون سنه في هنا وسعاده، وربنا ما يحرمناش منك ولا من سؤالك. يا رب يا رب، امين. حبيبتي يا مدام نادي، الحمد لله في نعمه وفضل، الحمد لله نعمه وفضل من رب العالمين، الحمد لله. والله احسن الحمد لله، لا وربنا يتم شفاها على خير، ما تحرمش منك يا حبيبه قلبي، وحاجاتك اللي بتعملها لنا كل
لله حبيبتي والله. يا مدام ناديه الحمد لله على السلامه حبيبتي، وما تغيبيش تاني علينا. لا والله ده انا حاجات بتبقى خارجه عن ارادتي، ربنا يخليك. والله ربنا يخليك، الله يسعدك يا مدام ناديه ويخليكوا ليا يا رب. شكرا جدا جدا يا مدام ناديه، ما تحرمش ابدا ابدا من سؤالك، كتر خيرك. وغادة حبيبتي، غادة جميل، كل سنة وانتي طيبة وبالصحة والسلامة يا حبيبتي، والسنة الجاية تكوني محققة كل أمنياتك وتفضلي كده منورة وتفضلي جميلة ونقية من جواكي كده. حبيبة قلبي يا غادة، بس كده اهو. طبعا سؤال المشاهدين، لما الواحد بيغيب ولو حتى يوم او يبقى مش هوا حتى لو في حلقة جديدة مسجلة، ده بيعني لينا الكثير، بيعني لينا انه احنا الحمد لله رب العالمين ضيوف خفاف عليكم، وان احنا جزء من يومكم وجزء من البيت ومن العيلة، وكمان ان احنا زي ما بنحاول ان احنا نرضيكوا زي ما انتوا بتحبونا وبتفتقدونا، فطبعا يعني بيبقى حاجه بالنسبه لنا جميله قوي. وانا كنت فعلا بتفرج على غاده ساعتها واتبسطت قوي لما مدام ناديه سالت عليا. كده شلنا دفعه، هننزل الثانيه، ومدام ناديه معانا على التليفون. حطينا الفراخ بتاعتنا علشان تتبل. التتبيله دي كل ما الفراخ هتقعد فيها كل ما هتبقى أحلى بكتير، بمعنى إن أنا ممكن أسيبها من بالليل للصبح تبقى لطيفة قوي قوي. هتعملوا بروستد حلوة جدا في التتبيلة دي، هتعملوا فراخ روستد في الفرن هتبقى حلوة قوي بالتتبيلة دي. تمام، هتبلها، وبعد ما تاخد تتبيلتها هجيب هنا ده بيض. أنا بعمل إيه في بيتنا هقول لكم، هجيب بس شوكة. باخد البيض ده وبقوم اربه كده بعد ما تبلتها، خلاص سبتها من بالليل للصبح وتبلتها، اقوم جايبه البيض ده رباه ومنزلاه على التتبيله دي واقوم مقلباه. تمام، هبتدي بقى دلوقتي اخد الفراخ دي اعفرها بالدقيق. يا فريده. الو فريده، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويس. اموري يا فريده، اتفضلي. البرتقال. حاضر، هبه استاذنك في طريقه كيكه البرتقال لفريده. هاخد هنا دقيق، هاخد الفراخ، والتتبيله دي مش هستغنى عنها، هاخد بس الاول الفراخ كده انزل منها التتبيله كويس، ما عليهاش اي حاجه تلزق عليها لان انا مستخدمه كله بودره. هنشيلها او هصفيها من التتبيله بتاعتها واخدها على الدقيق، هاخدها تعفيره في الدقيق واقوم منزلاها تاني في التتبيله، بس ساعتها بقى مش هسيبها، هقوم مقربه البقسماط هنا كده اهو واقوم منزلاها على البقسماط. يا سلمى، معلش يا سلمى كلميني تاني. هاخد تعفيره الدقيق اهي واخد قبل في التتبيلة من غير ما اسيبها واقوم مطلعاها على البقسماط. انا كده بعمل ايه؟ انا كده بحضر الفراخ البانيه اللي احنا قلناها دلوقتي مع بعض، اللي ممكن جدا انكم تجهزوها بكمية كبيرة وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها على القلي، وساعتها بتفكوها نص فكة بس يا جماعة عشان الكراست بتاعتها متقعش من عليها. نعفر وناخد هنا في التتبيلة، ومش بسيبها، أصفي أطلع على البقسومات زي ما انتوا شايفين كده. أنا بحاول دايما أبقى إيد واحدة اللي شغالة علشان الإيد التانية تسعفني في بقية المطبخ. أنا كده التتبيلة والدقيق مش محتاجاهم، تمام؟ هقوم رفعهم من هنا. هاجي بقى على الفراخ وابتدي ايه؟ اغطيها بالبقسماط. البقسماط بقى ممكن اديله تتبيله، احط له كاري واحط له نفس التتبيله بالظبط، توم بودره وبصل بودره وقرفه وملح وفلفل وزعتر وبابريكا وكاري، بيديها لون وطعم وريحه حلوين جدا. يا مدام بسيمه، مدام بسيمة،
الو يا بسيمة، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسة. اموري يا بسيمة. عايزة طريقة رز الكفتة. يعني ايه رز الكفتة؟ الرز بتاع الكفتة. انت عايزة تعملي ايه؟ طب قوليلي الوصفة اللي انت عايزة تعمليها. الكفتة الرز بتاعه. طيب حاضر، خديها يا هبة في الكنترول، افهمي منها الوصفة. مش فاهمة يعني ايه الرز بتاع الكفتة الصراحة. وبصوا انا بضغط جامد قوي وانتوا كده بتتفرجوا، انا عمالة ايه يعني باخد بقسومات وبضغط بعزم قوتي عشان ألزق البقسومات على الفراخ. طيب لو أنا هشيل الفراخ دي في الفريزر يبقى أنا محتاجة بقفوم، ومحتاجة أكياس بلاستيك، ومحتاجة ما بين كل قطعة وقطعة أحط أكياس بلاستيك. ليه؟ عشان لما أجي بعد كده أطلعها ما يبقاش لازقين في بعض. أهو كده تمام؟ تمام، حلو قوي قوي كده. كده انا عندي الدفعه الثانيه من الفراخ جاهزه للايه؟ جاهزه للقلي. قبل ما تطلعوا فاصل، انا سخنت هنا الووك، هحط فيها معلقه زيت، هحط جواها بصل شرايح، ثوم مفروم يا ميرال، ملح وفلفل، بابريكا وزعتر يا ميرال. الو ازيك يا ميرال؟ الو قولي لي يا ميرال، انا سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. عايزه طريقه البيض بتاع السجق. البيض السجق. حاضر، قلبتهم مع بعض، هقوم منزله عليهم الصلصه. اول ما احط صلصه او طماطم او اي حاجه زي كده اقوم افتكر على طول احط معلقه الايه؟ السكر. وبعدين اقوم واخده عليهم الخضار اللي هو فلفل الوان متقطع شرايح، اخضر واحمر واصفر، تشويحه واحده بس فقط، مش عايزاه يطرى قوي، لسه هدخله الفرن. واقوم منزله عليه صلصه الطماطم، هسيبه يغلي مع صلصه الطماطم غلوه واحده فقط. هتكونوا انتوا طلعتوا فاصل ورجعتوا. حاضر، ورجعتوا علشان نكمل الوصفة ونكمل كمان آلية الفراخ دي. ماجدة معانا على التليفون. نجلة، يا نجلة ازيك يا أميرة؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، اموري. الله يخليكي أميرة. من فضلك عايزة اعمل مربة البلح. قوليلي ايه نوع البلح اللي موجود؟ ان في انواع كتير قوي في السوق. حاضر. ايه النوع اللي نستخدمه للمربة؟ حاضر، عيني عيني يا حبيبتي. نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم بقى على الفيسبوك عشان ملحقناش، وكمان نجاوب على مربة البلح. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب عملنا ايه بقى؟ حمرنا ولسه مكملين تحمير في الفراخ. هعتبر ان الفراخ اللي عندي دي دلوقتي تاني يوم متبقيه عندي، او لحمه بانيه محدش راضي ياكلها. هنعمل ايه؟ هنحطها في الطبق البايركس، وعملنا لها التخديعه بتاعتها من الصلصه والخضار، وهنحط على وشها جبنه وهندخلها الفرن وتدعوا لنا. انا الصراحه في البيت بقصد يوم البانيه اعمل بزياده. ليه؟ عشان اجي تاني يوم اقوم واخده الايه بواقي البانيه، يعني خلاص ببقى عملت ايه طبختين في طبخه، جهزت خلاص البانيه كلنا زي ما احنا عايزين، اتبقى عندنا حتتين ثلاثه نقوم واخدينهم عاملين بيهم غدا تاني يوم، فبتبقى لطيفه قوي قوي. افتح الفرن ازقها، ما عنديش اي حاجه بتستوي، يعني حتى التسبيكه انا مسبكاها، يا دوبك تتسخن مع بعضها والجبنة بتاعتها تسيح وخلاص شكرا. فيعني وقت قليل قوي. ها اظن الرسالة واضحة. ماشي اوكي. نقفل بقى وهنكمل البانيه عادي خالص. واضحة صح؟ يعني انا مش محتاجة افسر اكتر من كده. ماشي، نبيها ما شاء الله.
واخد دول هنا كده واقوم جايبه اللي بعدهم. دول اللي احنا جهزناهم من غير هما ندخلهم ما شاء الله، يعني من غير ما ندخلهم التلاجة ولا حاجة، عشان نقدم طبق فراخ بانيه. تعالوا نشوفوا الوصفة اللي بعدها ايه. سبقتكم حطيت بس المكرونة على النار مع معلقة زيت عشان عايزة اشوحها، بتاخد وقت شوية، عايزة احمرها، فبس سبقتكم بالخطوة دي وهنقلها دلوقتي على النار العالية عشان نكسب وقت. بقية المقادير ايه علشان نعمل شوربة الخضار باللحمة والمكرونة. مكرونة خواتم، ده يعتبر الحجم الوسط. و انا حسيت والله، شكرا شكرا لسعد بريد. اللحمة دي لحمة كندوز، كباب حلة او اي حاجة، او حتى لو عندكم سكالوب، اي حتة لحمة متفضلة عندكم من غير عظم، وتقطعوها. التقطيعة دي عند الجزار اسمها راس العصفور، عشان مرة كنت عاملة وصفة مش فاكرة كانت وصفة ايه، طاجن باين، وقلنا تقطيعة راس العصفور، وجالي تعليق على السوشيال ميديا انه ليه أميرة ما بتستخدميش لغتنا العربية المصرية وبتستخدمي اللغة الشامية. لا، هي تقطيعة راس العصفور دي تقطيعة اللي عند الجزار معروفة بيها، قطع الصغيرة بتاعة كباب الحلة اللي بنستخدمها احنا في الطواجن وفي الشربات. ولو ان مش عيب ان احنا حتى لو استخدمنا لغة اخواتنا وحبايبنا في الشام وهم بيستخدموا اللغة المصرية وبيحبوها جدا، يعني بلاش تعصب وحساسية ملهاش، يعني بلاش لزوم في المطبخ يعني. ولكن انا بس حبيت اوضح انه هي التقطيعة اسمها كده، ولو رحتوا عند الجزار هتلاقوها اسمها كده عشان اللي حابب يسأل عليها عند الجزار. هقلب الفراخ وهنزل بقية القطع. يا داليا. داليا. الو. ازيك يا داليا؟ اهلا يا مدام اميرة. زي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. والله هو انا دايما بحب طرقك، وكنت قبل كده كلمت حضرتك شكرتك على المسيات اللي عملتها في عزومه وطلعت هايله. الله يسعدك يا رب، فمسيرتك كتير، ربنا يخليك، ودايما ما تستغنى عنك. ربنا يخليك يا مدام داليا، الله يسعدك، انا اللي ما استغناش عنكم ابدا. الله يخليك. تسلمي. انا بعرف اطبخ كويس، بس بحب بقى الافكار الجديده، حكايه اللبن الرايب والحاجات اللي عملتيها في الفانيليا. احنا بنكمل بعض وبنتعلم من بعض، ربنا يخليك يا رب. بالظبط. امور يا مدام داليا. سلامي حبيبتي ونعم بالله. اتفضلي. انا بعمل مثلا الورق عنب وخلطته تبقى حلوه وكل حاجه، ما بعرفش اسقيه قد ايه. اه ده السؤال. اه حاضر، هقول لك المقدار. ايه تاني؟ برضه نفس القصه في طاجن لسان العصفور. واخد بال حضرتك؟ كنت انا بقى يعني قلت برضه اخد راي حضرتك في التمرين، لما بعمله ما بدخلش فيه خالص بيض، لان انا لما بيبرد بحس بريحه البيض. لا مش لازم خالص. لبن بقسماط. مش لازم خالص بيض. يعني دقيق لبن مش بالضروره بقسماط. ابدا بيض خالص خالص في البانيه. هي عاده اكتر منها يعني لزوم الوصفه، مش هيأثر معانا خالص. تمام. ايه تاني؟ بس يا فندم كنت حبيبتي، يعني عايزه بقى اعرف الاسئله دي حبيبتي. عينيا حضرتك، عينيا عينيا يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا مدام داليا، ما تحرمش من سؤالك ولا من تليفونك. بالنسبه للورق العنب، هنجيب الورق العنب وبعد ما بنرصه بنديله شوربه ما تبقاش باينه من على وش الورق العنب. ها ده التركه، هنحط الشوربه لحد ما توصل لاخر صف، قبل اخر صف. يعني انا عندي اهو ده كده اخر صف، لا انا تحتها، تحت اخر صف، ولازم اهز الحله سواء في الكرنب او في ورق العنب عشان الشوربه تتخلل ما بين الصوابع بتاعه المحشي وما يطلعش من نص مش مستوي. ادي الكميه. بالنسبه للسان العصفور، لو حضرتك بتحبيه الدنتي زي المكرونه استخدمي له
كوبايه لكوبايه، كوبايه لسان عصفور لكوبايه من السائل السخن. اما لو حضرتك بتحبيه شويه طري يبقى هتبقى كوبايه وربع، وبرده حسب نوع لسان العصفور ياخد ميه قد ايه، فاختبريه الاول بس كده. يا مدام روحيه. يا حبيبتي يا مدام روحيه. يا اميره يا حبيبتي، انت اللي حبيبتنا. ازيك؟ ازيك يا اميره؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك وتسلم ايديك. الله يسعدك يا حبيبه قلبي يا مدام روحيه. انا بقول غاده كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه. وهي وحشتنا فعلا، يعني احنا بنشوف حلقاتها بس احنا عايزين صوتها بقى يبقى. حضرتك بتتكلمي على غاده التلي. ايوه غاده التلي. حاضر. هي وحشاني انا اكتر واحده في الدنيا عشان تبقي عارفه. لا وحشاني يا جماعه. انا مفتقداها جدا والله. ويا ريت كمان تدي صوت لنرجس ونرمين، مش سامعين صوتهم. صحيح، بقالي فتره ما سمعتش صوتهم فعلا. بتصل بيهم تليفونها غير متاح، مش عارفين نوصل لهم. لا ان شاء الله يكونوا سامعيننا دلوقتي مدام نرجس ونرمين، ويكلمونا يطمنونا عليهم ان شاء الله. غادة جميل حبيبتي هي اللي عيد ميلادها النهاردة، وأكيد أكيد بضم صوتي لصوت مدام روحية في السلام على حبيبة قلبي غادة التلي. صحيح طبعا منورة بالحلقات بتاعتها المسجلة، ولكن أكيد أكيد مشاهدينها مفتقدينها هوا، وأنا مفتقداها جدا جدا. إن شاء الله ربنا يجمعني بيها على خير أنا وهي ونجلاء. طيب هنا حطينا معلقة زيت سخنت، هننزل اللحمة اللي هي متقطعة صغير جدا. الناحية التانية المكرونة اتشوحت كويس، اتحمرت، اخدت اللون الذهبي. هنزل عليها السبانخ، الجزر، الملح، الفلفل. هنا مع اللحمة هحط ورق اللورة، البصل المفروم، ملح وفلفل، وابتدي اشوح الايه الناحيتين، الناحية بتاعت اللحمة عايزاها متشوحة تماما، مش عايزة فيها اي جزء احمر. الناحية التانية الخضار مع المكرونة. رائعة. يلا بينا شوربة، شوربة خضار، شوربة لحمة، مية سخنة اللي متوفر عندكم، لان انا اصلا عندي لحمه دلوقتي هنزلها عليهم، فكده كده هيبقى عندي شوربه لحم. فاصوليا حمراء مسلوقه علب او من عند العطار، ممكن فاصوليا بيضه، ممكن حمص، وممكن عدس، وممكن النباتيين يمشوا مع الحله دي وما يعملوش الخطوه بتاعه اللحمه. يا اميره ازيك يا شيف؟ ازيك يا مرمر؟ بحبك قوي. انا كمان بحبك جدا. عايزه طريقه عمل برجر الفراخ. عيني برجر الفراخ يا استاذه هبه لو سمحتي. حاضر، السيجمنت الجاي هبه هتكون حضرت لكم كل الوصفات ان شاء الله وننزلها لكم ورا بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، معلش عشان بحافظ على مطبخي. معلش ست بيت الشطرة تحافظ على حاجتها. الريحة يا جماعة يا خرابي. لا أنا جعانة، شكلي كده بيقول إن أنا جعانة. يلا بينا هنعمل إيه بقى في الفاصل؟ هزود شوية مية على الحلة هنا الصراحة عشان عايزة مية للشوربة يعني، فعايزة شوية مية، مية سخنة، مش هحطه بقى شوربة. هقلب الفراخ دي وفاضل لي قطعه من الفراخ هنزلها في الزيت. طلعنا الفراخ اللي احنا عملنا لها الصوص الفظيع ده، واللحمه مش هاجي جنبها خالص، بس هقلبها مش هضيف لها اي حاجه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. الشوربه زودت لها الميه السخنه زي ما بقول، ينفع نمشي على دي نباتي كده من غير ما نحط لها اللحمه. اللحمه سويتها سوا كامل، هقوم نازله بقى بيها هنا. لو هعمل خطوه اللحمه، اللحمه ممكن تبقى فراخ، اه طبعا ممكن تبقى فراخ من غير لحمه خالص، ماشي الحال، مش مختلفين، مفيش مشكله. نزلنا اللحمه على الشوربه، فاضل لهم غلوتين ويستووا مع بعض وشكرا. تمام تمام. هاخد بقى في المرحله دي معلقه الصلصه، لو انا حابه انها تطلع شويه لونها احمر، مش يعني لونها احمر قوي، ممكن من غير صلصه اه، ممكن بكريمه اه. تمام كده تمام. اسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي. قدمنا ايه؟ قدمنا الفراخ البانيه اللي قليناها كلها، سواء اللي كنا مجهزينها ومدخلينها التلاجه او اللي احنا عملناها مع بعض واتقلت وما فكتش وجميله وطعمها حلو وكل حاجه. عملنا كمان من بواقي البانيه الطاجن اللي بالجبنه والخضار والطماطم، الريحه هنا مهما اقول لكم يعني خطيره. نعمل بقى دلوقتي صنف الحلو اللي عندنا اللي هو المهلبيه. عشان نعمل مهلبيه التمر محتاجين، عندي هنا شويه جبنه لتقديم الشوربه وطبعا مش اساسيه قوي، شوربه الخضار باللحمه والمكرونه بتستوي على النار، الدجاج البانيه خلص، الدجاج البانيه اللي بالموتزاريلا خلص، مهلبيه التمر هستخدم لها كيلو لبن، كيلو كريمه، كوبايه نشا، سكر، حبهان بودره، تمر انصاص طري اكيد متشال منه العنقود والنوى، كريمه مخفوقه، وفستق مجروش. بس كده هنا الدنيا ايه، مطرح التحمير. وزي ما بقول لكل البنات اللي بتبدا جديد في المطبخ، بالذات الزيت والتحمير لازم اول باول، حتى لو مسحه بمنديل زي ما انا بعمل كده، وبعدين في اخر اليوم هقوم انا ايه عاملاه كويس بالصابون وكده، بس بيفرق جامد قوي لما تيجوا بقى تعملوه بالصابون، مش هيغلبكم. انا ما اعرفش اقف غير كده، معلش. طيب دي المقادير بتاعة المهلبية. خلوني بس اخد الحلة هنا عشان عايزاها تبقى هادية. هنعمل ايه؟ عايزة بقى اخد كام كومنت كده في السريع، لحسن الحلقة مليانة قوي ومش لاحقة اعمل حاجة. هاخد كام كومنت كده وانتوا بتصوروا المقادير. عندي ميرو ازيك من الجزائر، عندي كميه من الفلفل الاحمر من بستان بابا، كيف استخدمه او وصفات؟ اولا ربنا يخلي لك بابا يا رب ويديم الخير عندكم. بالنسبه للفلفل الاحمر ممكن تعملي منه هريسه، فممكن تاخديه تشويه سواء كان حار او رومي براحتك، وتحطي معاه فصوص من الثوم تتشوي معاه، وبعد كده اول ما يطلع اضربيه بالكبه، حطي معاه شويه من الملح وشويه من زيت الزيتون، بيبقى حلو جدا جدا. هيام اشكرك. دلوقتي حالا هنبتدي ننزل لكم الوصفات اللي طلبت مننا كلها في الفقرات اللي فاتت. ملاك الرحمه بحبك جدا انا كمان يا حبيبتي. اسراء ممكن تعيدي تتبيله البانيه؟ اه ممكن طبعا من عيني. تتبيله البانيه عباره عن لبن رايب، ملح وفلفل، قرفه وبابريكا، ميه بصل، ثوم بودره، وزعتر فريش. انس شكرا لحضرتك جدا، كتر خيرك. روان دايما تنوري الشاشة، أنا بحبك قوي، ربنا يبارك لك على المجهود، ربنا يخليكي لينا، بحبك قوي، ربنا يخليكوا أنتوا ليا ويديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وبتمنى أن يكون المجهود اللي أنا ببذله والسعي لتوصيل المعلومة يكون بيوصل لكم. زيزي ربنا يخليك حبيبتي، أنت كمان وحشتيني. هاجر ربنا يخليكي شكرا جزيلا. يارا منورة بوجودك يا حبيبتي. أستاذ محمد الطيب عايز الكيك الياباني، ما عملتوش قبل كده بس ممكن نعمله، وعجينة البقلاوة برضو ما عملتهاش قبل كده فممكن نعملها، هبة أكيد زمانها أيدت الكلام ده. هاجر من متابعينا في الأردن، سلامي لكل أهل الأردن وسلامي طبعا لغادة التالي حبيبتي. طيب تعالوا نشوف بقى المهلبية هنعمل إيه.
هناخد الكريمه على البارد يا جماعه، عشان كده انا شلت الحله من على النار. كريمه، كريمه سايله، لبن لكل كوبايه من السائل سواء كان كريمه او لبن بحط له معلقه كبيره من النشا على البارد واقلب. هنعمل كده حالا اهو، كده اهو اقلب لحد ما ملاقيش اي اثر للبودره بتاعه النشا. هحط الحبهان البودره، بيمشي كويس قوي قوي مع التمر، القرفه، جوزة الطيب، القرنفل، الزعفران، دول حاجات بتمشي مع التمر بطريقه غير عاديه. انا اخترت النهارده الحبهان، حطيت الحبهان مع الكريمه والنشا واللبن على البارد. هحط السكر حسب الرغبه وحسب التسكيره بتاعه التمر اللي عندي علشان ما تطلعش بعد كده مسكره منكم زياده عن اللزوم. قلبت تمام، مفيش اي اثر للنشا، ارفع النار بقى. خلوا بالكم ان انا مستخدمه هنا بلح طري، يعني تمر طري. نعم يا جوليانا. الو، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام. اموري. عايزه طريقه الكيك الاسفنج. حاضر، كيكه الاسفنجيه يا استاذتي. هاخد كاساتي، النيش بتاعي، حاجتي، واجي هنا واخد المغرفه، اشيائي هنا كده اهو، وهنا ايه الاخبار برضو كده بالمره، وانا معديه قلت اخده الجمعيه. لا لسه شويه. اللحمه طبعا مستوت، المكرونه دخلت في التسويه. نبص على السوشيال ميديا واحنا بنقلب المهلبيه، ما نسيبهاش ابدا عشان ما تكلكعش وعشان كمان ما تلسعش من تحت، والنار تكون يعني من متوسط لعالي بس مش عالي قوي. طيب كوكي، دي حريه شخصيه يا كوكي، احنا ما نتدخلش في حريات الاخرين، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه طالما لا يضر. هي مش بتتكلم عليا على فكره، بس يعني برضو ايه. استاذ طارق عايز يعرف الفرق ما بين البيكاتا والفاهيتا. الفاهيتا بنقطعها تقطيعه اتخن شويه من الشاورما، بنديها ملح وفلفل، كمون، بابريكا، وبنديها بصل شرايح، فص ثوم صغير قوي، وفلفل الوان شرايح اخضر واصفر واحمر، وممكن تدوها مشروم وجبنه او لا حسب انتوا بتاكلوها ازاي في المحلات. اما بالنسبه للبيكاتا فبنجيب قطعيه البيكاتا وبنعفرها في دقيق عليه ملح وفلفل، بنحمرها تحميره شبه كامله لون غامق في زبده، وبعدين بنرفعها ننزل مكانها زبده وتوم ومشروم، شوحناه كويس قوي، ننزل معلقتين دقيق اختفوا، ننزل الكريمه، غليت تقلت، نرجع تاني اللحمه. فهم وصفتين مختلفين تماما. انس شكرا جدا. مين بقى من السودان؟ انوار من السودان، عاوز اسالك سؤال ممكن تردي. عندي بنتي 4 سنين وزنها 10 كيلو، عاوزة وصفات مغذية عشان نستفيد منها وهي ضعيفة جدا. طيب وجزاك الله خير وإياكم يا أنوار. شوفوا يا جماعة، موضوع إن الطفل يكون وزنه قليل أو لأ، ده اللي بيحدده الدكتور. ليه؟ لأنه الجنس يعني ولد أو بنت بيفرق، والارك الخط بتاع النمو بتاعه من ساعة الولادة وظروف الولادة وظروفه أول ما اتولد لحد ما وصل للسن ده عليه عامل كبير جدا. رقم 3، لازم تتوجهي للدكتور لأنه لازم يعرف هل هي فعلا ضعيفة ولا لأ، وهو اللي يوجهك ازاي انها تاخد العناصر الغذائيه اللي هي محتاجاها نتيجه التحاليل اللي هتتعمل، ولولا قدر الله في حاجه تتعالج علشان الضعف ده. فيعني في خطوات كتير جدا قبل ما نوصل لان احنا نقول تاكل كذا، لا اصلها ما بتحبوش، طب ناكله لها ازاي او كده. فتوجهي للدكتور، ابعتي لي التفاصيل. انا من
الحاجات اللي الدكتور قايلها اقدر بقى اديكي حاجات طعمها حلو وشكلها حلو كده يعني، فهمتي قصدي؟ هفضل اقلب انا بقى في بصوا. طيب طالما انت عايز فاصل، بصوا تقلت المهلبيه تحت ايدي، بس لسه انا عايزاها اتقل من كده، بس في المرحله دي بقى انا بضيف شويه من الفستق وبضيف شويه من التمر في المرحله دي. ليه؟ عشان مش عايزاهم من الاول عشان ما يتروش قوي، بس برضو مش عايزاهم في الاخر خالص عشان عايزاهم يدوني طعم. هقلبها لحد ما تتقل اكتر، هتطلعوا انتوا فاصل وترجعوا تلاقيها خلصت. استنونا. خلاص عشان الناس زعقت لي وقالوا لي بقى انت عماله تجري واحنا نهجنا وخلاص مش قادرين، فانا هقف هنا استقر في اخر سيجمنت. خلاص مش هقدر، لا خلاص هقف استقر هنا. خلاص هنعمل دلوقتي مع بعض ليموناتة لطيفة جدا جدا جدا، انا بحبها جدا، وزي في حاجات كده بترجعكوا لبيت اهلكوا زمان على طول، اول ما تشموها او اول ما تدوقوها او كده. فالليموناتة دي لطيفة لطيفة ومنعشة. هنعملها ازاي؟ انا بعمل ليمون بغسله كويس قوي وبستخدمه زي ما هو بالبذر بكله وبعدين بصفيه. في ناس بتخاف انه يمرر فبيقشروه، انا بشوف ان الفايده والطعم في القشر، فبنقي الليمونه تكون صفرة ما تكونش خضرة، وما بضربهاش كتير عشان ما تمررش، وبصفيها على طول. تمام براحتكم، بس انا بقول لكم انا بعمل ايه. عشان نعمل عصير الليمون بالمياه الغازيه، عندنا مياه غازيه لونها ابيض بدون مش ملونة يعني، فانيليا، وهنا الفانيليا تكون سايلة أو تكون باكت مفيش مشكلة، عندنا سكر، نعناع أخضر فريش ويكون بلدي، كريمة أو لبن، أنا هستخدم كريمة لأني هستخدم حبة صغيرين قوي بس تفرق قوي 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 في القوام بتاعها، بتبقى تحفة. عندنا تلج، وعندنا بقى للتقديم سكر ملون، سكر سنترفيش عادي خالص، ادينا له لون أخضر أو لون أحمر، وفردناه على صينية لحد ما نشف، بس كده يعني مش اكتر من كده. ودي الوان جل، وعندي كريمة مخفوقة للتقديم، نقول بسم الله. طيب بمناسبة السؤال اللي جالنا عن الطفلة اللي ضعيفة شوية، كتير جدا بيجيلي الاسئلة دي على السوشيال ميديا، ولما بجاوب الاجابات دي الناس بتقول لي يا اميرة انت كنت بتقولي الاجابات دي قبل ما تدرسي، انت دلوقتي دارسة المفروض تردي. لا انا دارسة مش الدراسة اللي تخليني الغي الدكتور، يعني انا دراستي تكمل الدكتور، يعني الدكتور يشخص ويحلل ويوصف ويقول ويدي العلاج، وبعدين يقول ناكل ايه وما ناكلش ايه، تيجي بقى وظيفتي انا ان انا اعمل الحاجات اللي ما تضرش الحالة وتفيدها وتبقى طعمها حلو ومفيدة وشكلها حلو وتركيبتها مظبوطة كأكل كوصفة، وانا فاهمة انا بعمل ايه عشان درست، لكن دراستي وشغلتي لا تلغي الدكتور ابدا، انا بكمل بعد دوره. فعشان الموضوع ده لازم يبقى واضح، حطينا ليمون، حطينا فانيليا، سكر حسب الرغبة طبعا، وقليل لان المياه الغازيه مسكره، نعناع فريش اخضر، شويه كريمه صغيرين جدا يعني نص كوبايه، مياه غازيه لونها ابيض وتكون لسه مفتوحه طبعا في ساعتها عشان ما تكونش فقدت الصودا اللي فيها، كمان مهضم جامد قوي لو واكلين حاجة تقيلة دسمة فيها توابل كتير بتهدم قوي الليموناتة دي. بفجر في وشي. بس خلاص. بس خلاص يا ام محمد. هو انا قلت ان انا مش هتحرك، انا عارفه، بس انا رايحه اجيب الكوبايات ورايحه اجيبهم بهدوء يعني مش بسرعه. يا ام محمد اهلا يا مدام اميره. يا حبيبتي ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه وفضل، انت عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا مدام اميره، عيني ممكن تقولي لي طريقه عمل الكيك بالشوكولاته عشان نعدي ولاد كيك بالشوكولاته؟ اه حاضر من عينيا.
يا هبه كيكه الشوكولاته بسرعه قبل ما نختم. ممكن والله نزلت اصلا حاسين بيها. ام محمد احنا نزلناها، لو ما لحقتيش كنتي تشوفيها ارجوكي اتفرجي على الاعاده او على اللايف بعد ما يخلص بينزل ريكوردد اتفرجي عليها. يا رنا بسم الله، عايزه اصفيه يا رنا نسيت. يا رنا ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. لو سمحتي يا اميره انا عايزه اعمل الوافل الحادق. فهعمل كوبايه دقيق، اعمل لها كام سكر؟ لا يبقى مظبوط. لا لا امشي على الوصفه بالظبط. الوصفه 2 معلقه، حطي انت معلقه واحده على الكوبايه دقيق. على وصفتي انا مش هعرف اديكي الوصفه على كوبايه دقيق، يعني لازم اقصص. انا عايزه اعمل كميه قليله. ايوه لو انت عايزه تعملي نص الكميه اعملي نص الكميه، نصصي كل المقادير. ولكن بس اسمعيني، المقدار اللي انا عاملاه للحلو ففي معلقتين سكر. فانت هتستخدمي معلقه لو هتعملي المقدار كله، لو هتنصصي المقدار مش هتبقى معلقه، هتبقى نص. فهمتي قصدي؟ بس كده امشي على المقدار بتاعي زي ما هو، بس قللي السكر نص، وطبعا هتشيلي الفانيليا لو انت هتعمليه حادق، وتحطي ملح وفلفل فقط لا غير، وتلتزمي بالوصفة زي ما هي. دي كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة، بتمنى أنها تكون عجبتكم. وأنا كده بصفي في الليموناتا أفكركم إحنا عملنا إيه. عملنا وصفة الفراخ البانيه، وخدنا بواقي الفراخ البانيه تاني يوم، رحنا عاملين منها الفراخ البانيه اللي بالجبنة والخضار، لطيفة جدا جدا هتعجبكم قوي. بعد كده عملنا كمان الشوربة اللي استخدمنا فيها بواقي المكرونة وبواقي اللحمة اللي عندنا. عملنا بعد كده مهلبية التمر، وعملنا الليموناتا اللي احنا استخدمنا فيها الكريمه والمياه الغازيه. لما تعملوها ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي قوي، وهتدعوا لنا باذن الله على الوصفه دي لانها لطيفه قوي قوي ومختلفه عن اي ليموناتا ثانيه انتم متعودين عليها. بتمنى تكون الوصفات والافكار عجبتكم، بتمنى متابعتكم يوميا من 4 ل 5، والاعاده الساعه 10:30 بالليل. استنونا.